بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. نقول آية 5 من سورة دي سورة ربي يخبرنا ماذا صنع سيدنا هود عليه السلام وهو من نفس القوم، له لغتهم وله ثقافتهم، ومع ذلك لم تعنه هذه الخصائص على أن يقبلوا الوحي من خلاله. وسنرى أن هذا غياب العقل وغياب الأدب هو على طول تاريخ الإنسان. كل ما يأتي أمر من الله على طريق من يشاء الله، إلا وتلقى ربيعه البشر أغلبهم يتوحدوا باش يصدوا هذا النور النازل من الله، ويتشدوا في اعتكافهم عند أربابهم اللعينة اللي هي من وحي إبليس، اللي هو يفعل فعله ضدهم وهم لا يعلمون. قال نحن العلماء ومن يتقرع، قلنا اللي يقول لك هذا الكلام فاعلم أنه من أكبر الجهال ومن أتعسهم في الدنيا والآخرة. والسلام.